مساء الخير وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين. أهلا بك. بالتأكيد لا يوجد أحد يمكن أن يقوم بهذه العملية، وخصوصا في هذه المنطقة، سوى جماعة الحوثي، وهي التي تسيطر على هذه المنطقة فعلا، وسبق لها ونفذت العديد من الأعمال العدائية وأعمال القرصنة داخل البحر الأحمر، وهي تمارس ذلك كنوع من الابتزاز ومحاولة أيضا ما يمكن أن نسميها لإثبات قدرتها على البلطجة داخل البحر الأحمر، ابتزاز للمجتمع الدولي للقبول بوجودها والقبول بنفوذها وسيطرتها، وأيضا الاعتراف بها والسماح لها بالتمكين أو السماح لها بالاستمرار في هذا النفوذ وعدم تجاوز أو تجاوزها في أي استحقاقات قادمة، استحقاقات السلام، وهي العملية المزمعة حاليا والتي بدأت منذ قرابة الشهرين بإعلان هدنة إنسانية التزمت بها كافة الأطراف ما عدا الحوثي الذي واصل خروقاته في أكثر من جبهة داخل اليمن. وهذا أيضا هذه العملية هي أيضا خرق للهدنة، لا يوجد ما يبرر هذه العملية طيب، حتى خلال في هذه الجزئية نسأل الأستاذ وضاح، نعم. هل من شأن هذا الهجوم أو هذا الحدث اليوم في البحر الأحمر أن ينعكس سلبا على الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وضمان استمرار الهدنة وتمديدها؟ بالتأكيد هذه العملية هي تثبت عدم جدوى الهدنة أصلا، وبأن الحوثي لا يرغب في تقديم تنازلات أو الذهاب إلى عملية سلام حقيقية. الحوثي يريد فقط أن يستمر في نفوذه وسيطرته وبالحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وهي أيضا رسالة بأنه لا يمكن تجاوزه ولا يمكن إجباره على تقديم هذه التنازلات، وأن على الجميع الاعتراف به والتعاطي معه كقوة لا يمكن تجاوزها، وأيضا على الآخرين أن يقدموا لها التنازلات وأن يعترفوا بها. هذا مؤشر على أن الحوثي أو أن الهدنة أصلا لم تكن هدنة حقيقية، بل كانت فترة استراحة للحوثي ليعيد تجميع قواته، ليعيد حشد أنصاره ومقاتليه، وأيضا كان خلال الفترة السابقة قد بدأ يعاني ماليا. هي أيضا محاولة، أو هذه الفترة عفوا هذه الهدنة هي فترة لترتيب أوراقه المالية واستعادة أو جمع موارد مالية من أجل المعركة التي يستعد لها مستقبلا. بالتأكيد لا يوجد أي مؤشر على أن الهدنة يمكن أن تستمر إذا ما استجابت الأطراف الأخرى للأعمال العدائية التي يقوم بها الحوثي، وأيضا الخروقات التي ينفذها في كل الجبهات. هناك أرقام مفزعة طيب في أستاذ مدينة وضاح، تعز هنا. نعم عفوا المقاطعة، لكن هنا نسأل، بما أن الحادثة وقعت في المياه الدولية في البحر الأحمر، أين هي قوة المهام المشتركة في لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر التي شكلتها الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا. هذه القوات بالتأكيد غفلت كثيرا عن أعمال عدائية مارسها الحوثي خلال الفترة الماضية، وخصوصا في البحر الأحمر، ومن تلك الأعمال القرصنة على سفينة إماراتية واختطافها ونهب كل ما عليها من معدات وأجهزة. وهناك أيضاً عمليات زراعة للألغام داخل البحر الأحمر تمارسها جماعة الحوثي منذ 7 سنوات، وهذا يشير إلى أن هناك تعاطي رخو أو تعاطي برخاوة مع ميليشيا الحوثي، وما يشبه تدليلها والسماح لها بممارسة هذه الأعمال العدائية وتجاوز هذه الخروقات وهذه الانتهاكات. السبب في ذلك يعود إلى أن أطراف دولية كثيرة ترغب في أن تستمر جماعة الحوثي وأن تبقى كورقة أمنية في المنطقة، يمكن من خلالها
أو يمكن استثمارها في إثارة النزاعات والقلاقل وأيضا تهديد أمن المنطقة وفرض الأجندة أو أجندة هذه الأطراف الدولية في المنطقة وفرض تدخلاتها، وإضافة إلى ذلك أن منع شعوب المنطقة من السيادة وعلى قرارها وأيضا من الحصول على استقلاليتها، وأيضا هي لابتزاز تستخدم لابتزاز دول المنطقة وأيضا لتكون المنطقة سوقا للسلاح. نعم تفضل. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة والضاحي الجليل، كاتب ومحلل سياسي يمني.